كم كان عمرك يوم عرفت انه في ثلاث اشياء مبعب المرأة تسويها؟ اولا انها تعرض الزواج على الرجل. كيف ايوه يجوز اذا كان بضوابط وباحترام، ابحث بنفسك. ثانيا رفض اعمال الخدمة في بيت الزوج، ها هذا تفضل منها مو بواجب شرعي. ثالثا مش عيب ان المرأة تعلم الرجال الدين. ايوه الصغار قصدك، حتى الكبار، سيدتنا عائشة كانت تتعلم كبار الصحابة. صح اي عيال، وهذه كلها منقول عنها رسالة. في عندي خبر شوي صادم، في ناس راح تزعل وفي ناس يمكن راح تبصد، واللي هو انه قنواتي باليوتيوب تحكروا. يعني مو هذا اللي تتخانق مع ذيك الروسية الحلوة؟ ما أحبه صراحة، ما حبيته. عادي يعني، هو أحيانا مرة تفشل مرة تنجح، مرة تنجل مرة تفشح مرة تنجل. بكيت التقويم تقريبا في السنة الثالثة من الهجرة. يا ربي لدى إبراهيم ورب الكعبة أني أحبه مرة.